أهلا بكم مشاهدينا الكرام، أسعد الله صباحكم بكل خير. نحن اليوم وعبر شاشة التناصح نقف داخل أروقة المعرض الليبي التونسي للصناعات والأعمال التجارية. هذا المعرض الذي يقام على أرض المعارض بمدينة مصراتة، ونحن أمام كبرى المجالات الصناعية والتجارية والتبادل الصناعي والتجاري بين ليبيا ودولة تونس الشقيقة. نحن اليوم نتابع مجريات أحداث هذا المعرض الذي تقام فيه مختلف الصناعات وتقام فيه مختلف الأعمال التجارية والصناعية في داخل أرضية هذا المعرض. بعد قليل سنقوم بإجراء جولة على أروقة هذا المعرض وما عرض فيه من منتجات للشركات الليبية والتونسية، ولنطلعكم مشاهدينا الكرام على حجم التبادل الاقتصادي والتجاري والصناعي والزراعي الذي يقام في هذا المعرض والذي سوف تتفق عليه غرفة التجارة والصناعة والزراعة في مدينة مصراتة. أعود بالذكر أن هذا المعرض هو برعاية وباستضافة غرفة التجارة والصناعة والزراعة بمدينة مصراتة. إذن الآن نترككم مع هذه المشاهد التي تريدكم من أرضية المعارض، أرضية معارض مصراتة لمختلف الصناعات والأعمال التجارية. Thank you.